طول في كلام. نشكرك وسعداء ان انت معانا في المرسي. دلوقتي يساعدني ان انا اقدم الدكتوره مريم جونز من الشباب اللي واعد عندنا في الوحده، ويعني بنسعد بوجودها معانا. هتقول توك اباوت نو تيوب نو كراي او نون انفيزيف فنتيليشن. اتفضلي يا مريم. صباح الخير، انا يشرفني ان انا اكون وسط اساتذتي وزمايلي، ويعني اي هوب ان التوك بتاعتي تبقى اخف شويه من الدي اس دي اللي كانت دسمه جدا. ماي توك توداي از اباوت نون انفيزيف فنتيليشن نو تيوب نو كراي. اوكي، نون انفيزيف فنتيليشن ستارتد سينس 1973 وذ رودز اند هال، عمل الفيرست كنترول ترايل وقال ان احنا ممكن نستخدم نون انفيزيف فنتيليشن في ريسبيراتوري ديستريس. دي يوزد ا نيزل انترفيس، يعني هم استخدموا نيزل انترفيس سينس 1973. اولسو ان 1974 دان يوزد اولسو نون انفيزيف فنتيليشن يوزينج ا جريجوري بوكس. But in the later years ابتدى ان هم يكتشفوا ان احنا عندنا invasive mechanical ventilation، وان انا ممكن احط العيان على pressures عالية جدا، ف why not ان انا use ال mechanical ventilation. ف ventilators were invented, they were like magic. They were able ان احنا to treat a lot of respiratory distress diseases اللي احنا بنواجهها واحنا في النيوناتولوجي. اوكي، بس كل حاجة ليها price. مع استخدام الميكانيكال فنتيليشن ابتدى العيان يجي له اير ليكس، يجي له سيركيلاتري كومبرومايز، بيخشوا كتير في برونكو بالمونري ديسبليزيا، وكمان ممكن يحصل لهم نيورولوجيكال افكشن. طيب از ذس اونلي ذا كومبليكيشنز اوف ميكانيكال فنتيليشن؟ نو، ذير ار سيرتن كومبليكيشنز ريليتد تو ذا يوز اوف ذا اندوتراكيال تيوب اتسلف. اندوتراكيال تيوب ممكن يعمل لارينجال انجري، ممكن يعمل سبلوبتيك ستينوزز، اوبستراكشن، displacement, slippage, bronchial mucosal tear, and even lung collapse if it's not placed correctly. So that's why in the late 80s, okay, the use of non-invasive ventilation has resurfaced. In Avery et al. In 1987, he started to use non-invasive ventilation, and he said that it can be used in respiratory distress and it decreased the rates of bronchopulmonary dysplasia. And since then, there have been a flood of reports about the use of non-invasive ventilation in respiratory distress in neonates, either full term or preterm. So what is non-invasive ventilation? It's a mode of ventilation where the endotracheal tube is not used. What are the different modes of non-invasive ventilation? There are several modes. The most important thing about non-invasive ventilation is that I have to have a gas flow and I have to have a pressure generator. Okay, so the pressure generated in non-invasive ventilation can be only at a single level. يعني أنا هوصل البريشر على مرحلة واحدة بس، وده ممكن إحنا بنشوفه كتير. يا إما بستخدم الأكسجين ماسك، يا إما بستخدم الهاي فلو هيوميديفايد نيزل كانيولز، أو إن أنا بستخدم النيزل سيباك. طيب هل البريشر ممكن يبقى another level؟ Yes, it can be at a second level. وده اللي هو ال non-invasive positive pressure ventilation والنيزل باي ليفل، تمام؟ وممكن كمان اعمل له نافا assistance. طيب في other levels؟ في اللي هو النيزل هاي فريكونسي oscillatory ventilation. طيب this is the different types of non-invasive ventilation. اول حاجه لازم يبقى عندي air واكسجين. بيبقى عندي يا اما بلندر وبعد كده بديله بيعمل له هيوميديفيكيشن وهيتنج، ويبقى في انسبيراتوري ليمب يوصل للعيان. السيكونس اللي بعد كده ان انا ممكن كمان احط له اكسبيراتوري ليمب، ولما بحط اكسبيراتوري ليمب بعمل كرييشن لبيب. وممكن كمان بقى استخدم الفنتليتر نفسه ان هو يعمل لي نون انفيزيف، وساعتها بقى اي كرييت ذا باي ليفل نون انفيزيف بوزيتيف بريشر فنتليشن. Okay, I will talk briefly about each mode. The first one is the high flow nasal cannula. This provides inhaled gas at a flow higher than the inspiratory demand. It leads to wash out of the upper airways. It has it can create PEEP, بس مش بنقدر طبعا نحسبه كويس قوي، وبيقلل كمان ال work of breathing. وهاي فلو نيزل كانيولا ابتدى يستخدم كتير جدا، وابتدى يظهر عليه ريبورتس كتيره جدا.
عشان هو بيعمل كومفورت للعيان. طيب ايه المود التاني؟ هو النيزل سيباب، وده كلنا عارفينه، وهو بيستخدم كستاندرد اوف كير، يا اما انيشال في الريسبيراتوري ديستريس سيندروم، اور ات كان بي يوزد ايذر بوست اكستوبيشن اور ديورينج وينينج. اوكي، نيزل سيباب بيقلل الاير واي ريزيستنس، بينكريس الفانكشنال ريزيستنس كاباسيتي، بيعمل ستابلايزيشن للتشست وول، وبيعمل كمان سبلينتنج للاير وايز. It can be either continuous or variable flow. The continuous ده اللي هو المتعارف عندنا، اللي هو can be either the bubble CPAP or the ventilator CPAP. The idea about the bubble CPAP is that the expiratory limb of the patient circuit بيبقى submerged underwater، وهو ده اللي بي create the pressure بتاعه. وطبعا هو معروف ان هو standard of care اللي بنستخدمه كتير. طيب في عندنا النيزل باي ليفل بوزيتيف ايرواي بريشر، اللي احنا قلنا في الاول ان انا اي ويل ديليفر ذا بريشر اون تو ليفلز، هاي بريشر لو بريشر. ات از نوت ايكويفالنت للنيزل اي بي بي في اللي هو الانترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن، بيكوز ذا باي ليفل الهاي الديفرنس بين الهاي بريشر واللو بريشر بيبقى قليل، اونلي اباوت 3 تو 4 سنتيمترز، انسبيراتوري تايم بيبقى لونجر، والريتس بتاعت العيان بتبقى فيري لو، ايذر 10 تو 30 بير مينيت. Okay, it needs a machine to be able to use it. It has been used, يعني has been proven to have better CO2 elimination and decreasing the FI2 demands. The NIPP, as I said before, I have two pressures, PIP and P. The difference between them can be greater. Okay, I have lower inspiratory times and I have a higher rate. The last one is the nasal high frequency oscillatory ventilation, which mixes both the use of high frequency ventilation and nasal ventilation. The main goal of the main effectiveness is in decreasing the CO2, okay, with delivering to the patient small tidal volumes. Recently, it has been proven that it can be used as a primary mode in respiratory distress. And the non-invasive NIPPB can be coupled with the NAVA to regulate the pressures that I'm giving the patients with the motion of the diaphragm. Okay, I will talk more clearly about the high velocity nasal insufflation, which is delivered by Vapotherm. Vapotherm, this device has been FDA approved for the treatment of respiratory distress. It has been clinically validated, FDA approved. 10 million people, patients have been treated worldwide, and the machine itself has been distributed worldwide. The FDA approved that the Vapotherm can be used in undifferentiated respiratory distress and in all patients from neonates up to adults. Okay. Is high velocity ventilation the same as high flow ventilation, like the high flow nasal cannula? No, it's not the same. What's the difference? The difference is in the mechanism that the Vapotherm works. The high velocity nasal insufflation is able to flush the dead space. Okay. Let's talk about a bit of physiology. In the normal physiology, at least 30% of the inspired tidal volume is in the anatomical dead space. And when we start to inspire, this space is full of expiratory CO2. So if I am able to remove this expiratory CO2 to maintain good inspiration, I would have created better ventilation. Okay. For ventilation efficiency, I have to have adequate alveolar ventilation. طب يعني ايه alveolar ventilation؟ اول حاجه القاعده اللي احنا كلنا عارفينها ان احنا عندنا minute ventilation equals the tidal volume for respiratory rate. طب هل التايدل فوليوم ده هو كله اللي بيوصل للالفيولار وبيعمل له جاز اكشينج؟ لا، الكميه اللي بتوصل للالفيولاي هي دي الاكتوال فنتيليشن، وهي دي اللي اسمها الفيولار فنتيليشن. فالايكويشن بتاعتي هتتحول لايه؟ الالفيولار فنتيليشن ايكوالز التايدل فوليوم ماينس الديد سبيس تايمز الريسبيراتوري ريت. سو اف اي ام ايبل ان انا اقلل الاير الاكسبايرد اللي هي CO2
الموجود في الديد سبيس I will increase the amount of volume of air that reaches the alveoli and I will improve alveolar ventilation. This is what happens with the high flow, high velocity nasal insufflation. دي الصورة اللي هو الفرق بين الهاي فيلوستي واللو فيلوستي، زي ما احنا لما حد بيجي يعمل جاردنينج، لما انا بعمل ايه؟ اقلل اليومن بتاعتي شوية، المية اللي طالعة من الخرطوم هيبقى very high velocity. ودي اللي هي الفاندمنتلز اوف فلويد ميكانكس. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي constant volume، اوكي؟ لو قللت الكروس سكشنال اريا، الفيلوستي بتاعتي هتزيد خالص. اوكي؟ طيب الفيلوسيتي بتاعتي دي انا بكرييت ازاي في الهاي فلو نيزل كانيولا؟ ان انا بعمل very narrow bore. اوكي؟ النارو بور بتاع النيزل كانيولا بتاعتي بتخلي ان اللي هو الكروس سكشنال اريا very small، فبيخلي الاير اللي داخل للعيان at very high velocity. طب at the same time هل ده هيعمل مشكلة؟ لا بالعكس، ده هيقدر ان هو يإيميليت كل الـ CO2 اللي موجود في الـ dead space، and because it's wide bore العيان ممكن يإكسباير براحته خالص من غير ما يكون حاجة سدة مناخيره. تمام. طيب هل كده معناها ان الهاي فيلوسيتي نيزل انسفليشن انا ممكن استخدمه في النيونيتس؟ انا ممكن استخدمه في النيونيتس. هو المين يوز بتاعه ان انا هقلل الهايبر كابنين، وممكن اتريت الهايبوكسيا، هقلل الديسنيا، وهقلل الورك اوف بريدنج. طب الورك اوف بريدنج ده ا ميجر بروبلم في النيونيتس. ليه؟ لان الورك اوف بريدنج ده بيخلي العيان يكزرت انرجي. طب هو العيان لما يبقى عايز انرجي، اوكي، هيشغل الكريبس سايكلز بتاعته، فيروح مطلع كمان كربون دايوكسيد، فهيزود لي كربون دايوكسيد اللي انا اوريدي عايزه اجت ريد اوف في العيان الار دي اس. يبقى انا العيان لما انا اقلل السي او 2 اللي في الديد سبيس، هقلل الورك اوف بريدنج بتاعه، فهقلل انرجي اكسبندتشر بتاعته. طيب يبقى البرايمري ميكانيزم، المين برايمري ميكانيزم اللي موجود في النيزل انسفليشن هي الاند اكسبيراتوري سي او 2 واش اوت، وان هو بيعمل مور efficient ventilation، بيقلل ال dead space و maintain alveolar ventilation while reducing the work of breathing. So it is not CPAP. The secondary mechanisms مع ال use of ال vapotherm، احنا اكتشفنا ان هو كمان بيعمل optimal gas conditioning، بي maintain ال mucociliary function، بي help clear secretion will reduce the airway resistance، وكمان بيبقى عنده mild distending pressure. Okay, the mild distending pressure depends upon the flow والbody weight وحاجات كتير خالص، وإن هم اتعملوا studies كتير إن أنا لما بحط العيان على flows up to 8 ال distending pressure اللي بيوصل للعيان maximum بتبقى from 5 to 6 centimeter water. So I can use the vapotherm أو the high velocity nasal insufflation in the respiratory distress in units. The normal respiratory distress of prematurity, infants who have respiratory distress, BPD, congenital heart disease, congenital diaphragmatic hernia, and even meconium aspiration. Okay, the second important thing about the high velocity nasal insufflation is the gas conditioning. It is optimum in humidification and in temperature. Why does humidity matter? Okay, the normal physiology of the breath that the temperature of the air inspired, it has to be 37 degrees and it has to have 100% relative humidity. This relative humidity improves the mucociliary clearance. Let's see this video. On the left side, we have 100% humidity, and on the right side, we have only 90% humidity. We can see the like haziness in the video. This is the mucociliary function. And it shows that when we have some things or some particles, okay, that come by, they are washed away. On the other side, the particles, they stick to the mucosa. And after some time, this mucosa becomes really dry. The membrane humidification is the way of humidifying used in vapotherm. It has high velocity and ensures 100% relative humidity.
Also, the optimal tension, optimal heating, it's delivered by the water jacket and it decreases the rain out. Okay, rain out is the condensation of air that happens if there are difference in temperature in the patient circuit. So using the water jacket, the temperature in all the patient circuit is the same, so I don't have any rain out. Number three, the patient circuit is disposable. There are two types, high flow, بيبقى للأدلتس أو البيدياتريكس بيستخدم لخمسين لأربعين ليترز and the low flow اللي احنا هنستخدمه اللي هو بيبقى من 1 liter up to 8 liters وهو ممكن يقعد مع العيان 30 يوم. أهم حاجة بقى موجودة في الhigh velocity nasal insufflation هي الpatient tolerance. احنا كلنا عارفين ان الستاندرد اوف كير ان احنا نستخدم النون انفيزيف بوزيتيف بريشر فنتيليشن في العيانين الريسبيراتوري ديستريس وبيقلل المورتاليتي وبيقلل وبيبقى كويس مع ان ريسبونس تو الانتوبيشن وبيقلل الكوست اوف كير بات 33% اوف فيلير اوف ان اي بي بي في از ديو تو ماسك انتوليرنس. This is what happens with masks. I have nasal injuries, mucosal injuries, and big intolerance. So that's why the small bore high velocity nasal cannula, okay, is very important because it improves the tolerance of the baby to the device. احنا في السمول بور ده المفروض ان 50% من النيرز بيبقى مفتوح، يعني هي كفرنج 50 فما اقل. وده بيقلل الفيلير بتاع الاي بي بي في وكمان بيعمل ايزير بوندنج، يعني الطفل ده انا ممكن احطه على الفابوثير وخلي الام تيجي تمسكه وترضعه وتحضنه وده بيحسن جدا مع البيبي. اوكي السمول بور ده هيقلل النيزل بريك داون، هيقلل السكرين بريك داون، هيقلل النمو ثوركس، نمو ميدياستاينم، بالماري انترستيشال انفيزيما اند decreases the decrease of cardiac output اللي بيحصل مع السيبر. طيب is this all clinically validated? Yes, it has been reported the effectiveness of use of high velocity nasal insufflation in many reports starting since 2014 استخدم مع ال very low birth weight infants and it showed that it has lesser mortality and lesser nosocomial infection. In 2016, it has been used as a primary respiratory support, and it was effective in decreasing the mortality and decreasing LVPT with decreased pneumothorax nasal trauma as compared to CPAP. It has been also compared to nasal CPAP in 2016, and it had showed similar efficacy with lesser side effects. Also, it has been studied as a primary respiratory support without the need of rescue CPAP. This report has been published in 2021 by Siva et al. And has used the high velocity therapy in the delivery room during stabilization of the patient and it showed promising results. Also, a high velocity nasal therapy can be used post extubation and it shows similar effectiveness as the nasal CPAP. At last, we will compare it to an NIPPV, which is the standard of care, and it showed that it was as effective as the nasal IPPV in preventing endotracheal ventilation. So the treatment protocol that we all use is that we put the patient on nasal CPAP. If the patient needs surfactant, either I give the surfactant and I continue to mechanical ventilation, or I extubate the patient to nasal CPAP or NIPPV, and then post extubation, I use the nasal CPAP. But now with the knowledge about the nasal high velocity nasal insufflation, we can use the high velocity nasal therapy during resuscitation of the baby, after surfactant, post extubation, and in weaning. So my take home messages are non-invasive ventilation is as effective as IMV in the management of RDS. Several modes of non-invasives have been used to offer pressure either on one level or two levels.
الهاي فيلوسيتي نيزل انسفليشن is clinically proven to be non-inferior to CPAP, decreases the risk of nasal trauma and pneumothorax, lower risk of screen breakdown, it's better tolerated, more mobile baby, low risk for aspiration, and an easier bonding by breastfeeding, cuddling, and growing the baby. So at the end, high velocity nasal insufflation is not equal to high flow nasal cannula, and thank you. شكرا جزيلا دكتوره مريم، احدث استاذ مساعد عندنا في الوحده، مبروك. شكرا جدا على البرزنتيشن. في حد عنده اي سؤال؟ انا مش اسم السؤال، تعقيب على الشركه نفسها. الشركه دي غريبه، اتصلت بيهم عشان اجيب جهاز، يقول لي لا ما تشتريش، خدوا حق انتفاع وده كل 3 شهور التولز والاكسس ب 70,000. قلت له نايس الفكره وارجع للسيف حبيبي. كنا عايزين نشتري الجهاز، قال لا تقول حق انتفاع ما تشتريهوش. انا ما اعرفش في ايه، يعني البلد كلها حق انتفاع. انا في البدايه بشكر ماي منتور الدكتور هشام على الدعوه الكريمه، واستاذ الدكتوره صفاء، وكل اخواتي الاعزاء على الدعوه الكريمه، وبشكر اساتذتي اللي انا موجود بينهم وساعدني انا موجود بينكم، وهكون اسعد لما اقدم استاذي الاستاذ الدكتور هشام عوض. يعني ده كلمة نيونيت أي حاجة سيرش هتلاقي الدكتور هشام على طول. تفضل دكتور هشام هيتكلم عن ايزوكالوريك فيدينج فور ذا نيونيت. وكنا زعلانين حضرتك مش موجود معنا السنة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر